حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. وانت سارح في المستشفى دي ليل نهار؟ وفي حد خد حد كده؟ انا برضو اللي خضيتك. انت بتعمل ايه اصلا؟ والله انا فكرت ناقصك ايه هنا ناقصك ايه هنا، قلت ادخلك قنوات الكوره عشان نتفرج على ماتشات الدوري الانجليزي مع بعض. الدوري الانجليزي؟ ده بتاع ميسي؟ ميسي؟ لا انت كده ضايع خالص. لا الحق عليا، انا كنت عايز اسليكي بس خلاص خليكي تفركي مع نفسك. على فكره لو على زق المستشفى انا تعودت خلاص. انا بفرك النهارده عشان عيد ميلاد زياد، اول مره ما بقاش موجوده من يوم ما اتولد. هو انت مش بعتي له الهديه مع ساره؟ اه بس مش هبقى جنبه وهو بيفتح، مش هشوف فرحته بيها، مش هبقى جنبه وهو بيطفي الشمع وبيقول لي مني لي كمان امنيه يا ماينا. بس بصراحه كويس انك مش موجوده في العيد ميلاد، كنت هتنكدي عليه بالمود اللي انت فيه ده. عارف اكتر حاجه بتضايقني في موضوع الدخول والخروج من المستشفى ده؟ ان الدنيا بره ماشيه بالناس عادي وانا مش عارفه الحقهم ولا احصنهم. الو؟ انا جاهز. انت جاهزه؟ خلاص يلا. طيب واضح ان انت مش معايا وانا اصلا عايزه انام الصراحه، فانت ممكن تتكل على الله دلوقتي وترجع بعدين. ايه يا سليم؟ في ايه روشتني؟ انا هجيب لك الدنيا لحد عندك. امايدو يا جمل، ايه هما شايفيني؟ انا طالعه اهو. تعالي 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 تعالي
لا دي ماما بتعمل عليا كماشة أول كام يوم، ما بتسيبنيش أنزل من البيت، وأنا أصلا الصراحة ما فيهاش حيل، البرد مدغدغني. واخد بالك إن البرد اللي مدغدغني مش الكيماوي؟ آه والله البت دي روحها حل عليا كده، بقيت بدور على الضحك في وسط الزفت ده. يا ترى عاملة إيه في الهند؟ يا ترى لابسة إيه فعلا؟ سلمى حبيبتي صوتك عالي، أنت عايزة حاجة؟ لا لا تمام، أنا بضحك ما تقلقيش يا ماما. ما تيجي تقعدي معانا؟ لا أنا هنام خلاص. ضيقت الكماشة خالص دي، وقفالي عند الباب. وقال ايه عايز تزورنا؟ دي هتطلب منك تحليل دم قبل ما تدخل البيت. لا وعلى ايه؟ طيب احسن. لا بس حاولي تنامي، ولو ما عرفتيش كلميني. لا ورايا حاجات بس هبقى افضي نفسي. ماشي باي. ايوه وده كمان في حاجه كمان، بصي بصي ده هينفعك برضه، ده تطلعي على شويه. تمام مبروك. بصي اتفضلي. الف مبروك. ميرسي. يلا مبروك تاني. تالت قصدك؟ لا للاسف مش هينفع، اصل انا موعد حد. ماشي يا عم الله يسهل له. اختي ما كانش ده يبقى حالي، دي عاليه اختك. طب قشطه جدا، في بيتها يعني، هعزمك انت وهي بمناسبه الديلز اللي انا عملتها النهارده. يلا يلا حبيبتي. واقعه من الجوع مش قادره. انت هبش قد كده. يلا يا حبيبتي. ازيك يا عليا؟ ازيك يا شهد؟ بقول لك ايه، عايزاكي بقى تودينا مكان جامد جدا، عايزين نحتفل. نحتفل بايه بقى؟ بيا انا النهارده قفلت الثلاثه ديلز. مبروك. الله يبارك فيك. وانت قفلتي بقى كام ديل يا اختي؟ قفلت على ناموسه، ما قفلتش ولا واحد. صراحه حبيبتي على فكره عادي جدا، انت ممكن يعدي عليكي بالتلات اربع ايام وما تقفليش ولا ديل واحد، بس العجيب بقى ان انا قفلت ثلاثه وفي نص يوم. خلاص يا ست المزه، يعني ما يحسد المال الا اصحابه. اوكي انا بقى اعزمكوا. لا انا مش هينفع اجي معاكوا، انا معزومه بره. خلاص يا شهد تعالي نضرب لنا اي ساندوتشين ونرجع بسرعه على الشغل. خلاص اوكي، في واحد هنا في اخر الشارع بتاع كبده وزدق جامد جدا. الله جريت ريقي، انا جعانه اصلا. انا مش هينفع اجي. خلاص يا ست الفاسله، سيبنا لك انت الاماكن الشيك، احنا البيئه. تنيري يا اختي. ايه في ايه؟ ايه ده؟ هو انتوا ما اتقابلتوش من اخر مره لما كنت في العيد الميلاد؟ اه. وبعدين هتعملي ايه؟ انا رايحه دلوقتي عشان اشوف هعمل ايه. انا حاسه ان انا تقيله قوي عليكم، فهسيبكم براحتكم وانزل. لا ايه الهبل ده يا بنتي، تعالي هنا اصلا، ده الموضوع تافه. خليكي في ايه؟ موضوع تافه؟ موضوع تافه هو جابك لغايه هنا، امال لو كان حاجه تقيله يعني كنت هتعملي ايه؟ لا ما هو مش حاجه تقيله وشكله كده مش هيبقى جد. ده انت طلعتي خيبه قوي قوي يا علي. حبيبتي الواحده هي اللي في ايدها كل حاجه، يعني الواحده لازم تعرف تدي ايه وامتى وازاي. لولو انت لازم تتودكي شويه. لو سمحت. ازيك عامل ايه؟ بقول لك ايه يا حاج، سته زدق وسته جبده. انت لازم تاكلي، تروحي له ان شاء الله اكله نص بطن، ما ينفعش تروحي له تحسسيه ان انت جعانه ومستنيه عزومته. ايه ده يا شهد؟ انت شكلك خبره قوي. ولا خبره ولا حاجه،
هما كلهم صنف واحد، انتي بس تعرفي تركبي وهتسوقي على طول. بس الفكرة ان انا مش هركب لوحدي. ايه ده متجوز؟ لا طبعا، انا اعرف واحد متجوز ليه. شكرا يا حاج. بصي هو كان متجوز لكن هو دلوقتي مش متجوز. المشكلة بقى مش فيه هو، المشكلة انه عنده بنت قرشان بتغير عليه منها. والله وانا اللي كنت مفكراكي مقطعة سمكة وديلها يا لولو، دلوقتي بقى على الفاضي. بصي حبيبتي، اولا انت لازم تاخدي البنت دي على حجرك عشان تاخدي ابوها تحت باطك. قولي يا لولو. تاكلي ايه؟ لا مش جعانة. لا مش جعانة؟ وانت معدية لحد دلوقتي من غير ما اكل وتقولي مش جعانة؟ خدي لك موز باللبن ولا اي حاجة. عادي يعني، عايز روحي الزومبا خفيفة. زومبا؟ وانت لسه بتروحي بتاعي؟ انا قلت لك ان كمان احتمال ادرسها صح؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عامة الجنونة المرة دي جاية في حاجة كويسة يعني، الرياضة حلوة حلوة الرياضة مش كلام. بس أنا مش هاكل لوحدي برضه، أنت هتاكلي معايا. خلاص ممكن آكل كاريت كيك. لا لا خدي تشيز كيك. أنا عايز أعرف الفرق بين التشيز كيك هنا بيعملوها إزاي وفي المطعم عندي بيعملوها إزاي. مش عايزة أنا تشيز كيك. أنت كده كده مش عايزة حاجة، مش تفرق معاكي، دوق يا ستي وخلاص، سيبيها لي بس أعرف عاملة إزاي. لو سمحت. مساء الخير. مساء النور. بص أنا عايز سالمون ستيك. تمام. وعايز تشيز كيك. تشيز كيك بلو بيري ولا كراميل؟ لا 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 بلو بيري. تمام. ماشي. حاجة تانية يا فندم؟ لا لا ربنا. ماشي. بس البلو بيري دي بتبقى معلبية. ماشي. شوف بقى السمعة دي على إيه وهعملها إزاي يعني. مش ما علينا. إيه جديد عندك اليومين اللي فاتوا؟ ولا حاجة. ليلى كانت عيانة زي ما أنت عارفة وبقت كويسة الحمد لله وراحت المدرسة. لا سلامتها. الله يسلمك يا حبيبتي. طيب اتبسطت في عيد ميلاد؟ اه جدا، بالذات البتاع اللي انت جبته لها ده، ده حطها جنب السرير. ده انا قلت مش هكون عايزه تشوفها تاني. ليه يعني ان شاء الله؟ عشان مش عايزه تشوفني انا شخصيا. لا لا لا، دي حاجه ودي حاجه، ما تدخليش حاجات في بعض. بعدين والله انت لو لبست لها إلسا هتتشعلق في رقبتك. هو انا لازم اعمل لها عرجوز عشان اعجبها يعني؟ ايه شغل الحموات ده؟ دي طفله. ما هو عشان طفله فما فيش عليها لوم. طيب اديكي قلتي اهو. بس انت ما قلتش. ما قلتش ايه؟ اسف. اسف عليها يا عليا، انت بنفسك لسه قايله ان هي طفله. طيب بلاش اسف. الموضوع مش مضايقك ولا شايف ان الموضوع عادي ممكن يحصل تاني مثلا؟ لا 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 لو كده كده مش هكرر تاني اصلا، على الاقل لحد ما ليلى تنسى الحكايه دي يعني. تنسى الحكايه. ايه ليه بوشك بقى وقفلي موبايلك واختصي لك شهر بقى وبعد كده بيتعالي يقولي هو في ايه؟ ذمتك يعني هو مين في كل طفلة اللي انت عاملها؟ طب افردي وشك، عايز اقول لك على حاجة. بقول لك افردي وشك، عايز اقول لك حاجة. عايز ايه؟ وحشتيني. خلاص بقى مش عايز تطلبي سوشي؟ سلام والله لا اطلب لك سوشي يا سلام. تعالى لو سمحت. اللي جيت في التهون وينه؟ دلاور خان وينه؟ مولاي هو اللي ربطني وهرب من هون. يا علي روحت متأخر امبارح بالليل ولا ايه؟ لا ما اتأخرتش. أمال ايه كل النوم ده؟ زي ما تقولي بعد عنك نوم الكبسة. أصلها صحت من النوم ونامت تاني. يعني ما نزلتش تورق في الشوارع. تليفونك برن. دي مش رنتي أصلا. وهنزل شويه. ايه يا حبيبتي انت رايحه فين؟ ايه في ايفنت في الشغل كده عايزه احضره. ايفنت ايه؟ ده الجو تلج بره. مش عارفه ايفنت ايه، هكلم مهند دلوقتي اساله.
طب بصي، لو المكان بعيد يعني بلاش تروحي. تحبي تيجي توقفي لي على الباب يا ماما؟ انا مش عارفه اتصرف معاها ازاي. اسيبها تنزل يعني ولا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اهدي يا نادية، اهدي يا حبيبتي. كلمي عادل في التليفون، استشري، اذا قالك ما تنزلش خلاص صدريه هو يقول لها. نادية في ايه؟ ايه اللي مغيرك؟ ولا حاجة يا ماما، ولا حاجة. مش عارفة أنا قطة إيه دي، بس اللي هسلقها وأطبخها في الخلاط. طب الصلصة دي كلها اللي إحنا جايبينها هنوديها فين؟ لا لا، ما ينفعش أي مواد حافظة يا حنية. أمال أنا جايب لك كل الخضار المخصوص ده ليه؟ يا ريتك تقول الكلام ده لنفسك وتعمل بالنصيحة دي. ما تندمنيش إني جبتك يا حنية، أنا ممكن في ثانية أرجعك عند يحيى وأفتح علبة تونة وتبقى اتعشت. اتعشت؟ اتعشت تبقى واحدة يا سليم صح؟ لا اتعشت يعني قضيت. هي فعلا واحدة. واحدة؟ يبقى انا بقى مش ماشية من هنا الا لما اشوفها بعناية الاتنين دول. مش لازم اعزمها الاول وتوافق؟ توافق يا طول، ده انت جايب لها خضار من الغالي. يعني ربطة الكنافس دي في السوق باتنين جنيه ونص، انت جايبها لها ب30. يا بختها يا بختها. تمام، وانت؟ انا تمام. عامله ايه النهارده؟ كويسه. لا انا قصدي خططك ايه؟ خارجه. خارجه ايه؟ لا معلش، مش قصدي اكون حشري، بس يعني قلت لو زهقانه ممكن اسالك واكسب فيكي جواب. اوكي. اوكي ازاي يعني؟ انت لسه قايله لي انك خارجه. انا فعلا خارجه معاك. سارة، انت حققتي 10% من التارجت بتاعك، مع ان في زمايل ليكي حققوا التارجت بتاعهم وعدوا كمان. نعم انا عارفاهم كويس دول. برغم ان الشغلانه دي بالذات معتمد اعتماد كلي على الكوميشن وما فيهاش مرتب اساسي اصلا. دي بقى اكتر حاجه بصراحه خانقاني يعني الصراحه. بس مش هقدر اقول لك ان انا مش خسران حاجه او ان انا مش فارق معايا، ومش هقدر اسيبك قاعده كده. انا خسارتي الفعليه هو كل عميل ما بيشتريش. وبعدين بشخصيتك اللطيفة دي انت تنفعي في المبيعات، بس ناقصك حاجة واحدة، موهبة الإقناع. طب بالنسبة بقى شخصيتي اللطيفة دي، مفيش أي شغلانة إدارية كده أشتغلها، لازم موضوع المبيعات ده. في بجد؟ إيه؟ على آخر الزمن أقف أعلق الزباين من على سلالم المولات. عارفاهم دول بتوع حضرتك يا ستي، بقى أنا جاهزة ولازم تيجي تستلميها من الشركة. أيوة بيبقوا واقفين عند البوابات في الصيف. سيب البلوزة دي. ساتر يا رب. انت خلاص الشغل بخ كده ولا ايه؟ بخ يا ماما، انا هخاف. طب يا بنات، اللي هتمد ايدها على حاجه انا هزعلها، سامعين ولا لا؟ ويقعوا تفتكروا ان انا مش هاخد بالي، انا كنت مصوراهم حته حته. طب ما تمضيني على كمبيالات احسن. خلاص يا حبيبتي، مادام خايفه على حاجتك كده ابقى لميها وانت ماشيه. ما تلمي انت نفسك انت وهي وتروحوا تدوروا على حته تانيه تلعبوا فيها، هنرش ميه يلا.
بركب العربية اهو. ديبا الدين. خلاص يلا. انا بتاعه عاجبني على فكره. خدي يا حبيبتي. متهيألي هي جايباه اكس سمول. وانا يعني ده ما ي... خدي يا حبيبتي ولا اغلى عليكي. الو ازيك يا ساره عامله ايه؟ ازيك الحمد لله انا كويسه. بقول لك ايه؟ عايزاكي تاخديني المول اللي احنا رحناه قبل كده مع بعض، في شويه حاجات كنت حاطه عيني عليها عايزه اجيبها. مو؟ لا مش هينفع للأسف معايا بقى علشان لازم أنايم زياد وأشوف مذاكرته وألعب بقى دور الأم كده. عليا يعني. إيه ده؟ دي البت عليا؟ دي الفاسلة عليا. بقول لك إيه عملت في الحوار بتاعها؟ الموضوع إيه؟ طب خدي بقى كلميها عشان هي بقى مش عارف. عايشة أهد ازيك؟ كله تمام الحمد لله، عملتي ايه في الحوار بتاعك؟ لا ولا حاجة، احنا قلنا نحاول نخليها تنسى الموضوع عشان ما يكبرش في دماغها يعني. يبقى هو خايف البت تقول لأمها. طب مامتها ايه؟ مامتها متوفية الله يرحمها. لا يا شيخة. تعاليلي هنا بقى، ده الموضوع هيتغير خالص. يعني ايه؟ يعني لازم الطريقة تتغير خالص. واحدة أمها ميتة، لازم المعاملة تتغير ويبقى أسلوب تاني، يعني الخطة لازم تتغير. لازم اتكلم معاكي وافهمك تعملي ايه. انت رايحه انهي مول؟ احنا كنا رح نسالك هالسؤال. ايوه انا بره. اطلع. لا اطلع انت. لا لا انا ما بطلعش بيوت شبان. انجز بس عشان الدنيا بردت. يا هنية دي مش عايزه تطلع بعد كل التعب اللي تعبتيه. معقوله يا امينه؟ الو انا واقفه على حالي من الصبح مستنياكي كده تكسفيني. ماشي حاضر. ماشي. والله لو اعرف المسلين نفسها تتفتح على الاكل بالشكل ده ويقف يساعدني في المطبخ، انا كنت جيت قعدت هنا وطبخت لكم كلهم اشكال والوان. انت بتتلككي صح؟ طبعا بتلكك، ما انا كل يوم بطبخ اشكال والوان، مفيش مره انت وابوك بليتوا رقك وكلتوا لقمه، ده ايه؟ يا ياكلوا بره يا بعد عنك، نفسهم مسدوده عن الاكل. طب انا للاسف مش هعرف اخدمك في موضوع الاكل ده يا هناية، بس انا جوعت من منظر الاكل. انا كنت متاكد انها مش هتكسفني. بصوا بقى الاكل قدامك اهو، انا مش هعزم عليكم وافضل طول الوقت على دماغكم، انا هتخلصوه كله وانا جوه في المطبخ شايفاكم. ماشي عايزين اي حاجه ندهولي. ها لا 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 رايحه فين؟ طب والله ما انا ضايقه لقمه غير لما تيجي تقعدي. حبيبه قلبي على طول كده مش هتتكسفي شويه؟ ماشي. هي على فكره كانت هتموت تتعرف عليكي بصراحه، يعني الهيئه بتبان من الاول وما شاء الله امينه زي الفل وسماهم على وجوههم من ساعه ما سلمت عليها وايدي جت فيها وانا ربنا حط القبول في وشها وحسيت براحه نفسيه رهيبه. يا رب المره دي بقى تبقى مناسبه ان شاء الله وتاخد قرار واحد مفيش غيره باذن الله. ايه هي ما بتفصلش خالص. معلش خدت بالي. طب ما تستخسريش فيا ان انا اتعرف عليكي انا كمان، ده سليم ما بيبطلش كلام عني. انا بقى المره دي هكلمك عنه. شكرا. تشاينيز وبطاطس محمرة ازاي يعني؟ تشاينيز هيتاكل دلوقتي، البطاطس المحمرة دي بقى هنقعد نعزقس فيها واحدة واحدة عشان احنا قدامنا رغي كتير قوي. لا ما باكلش بطاطس، بس شكلنا هنرغي شوية حلوين كده. بصي يا ستي بقى، انتي لما حكيتي قدامي المرة اللي فاتت على حسن انا فكرت ان هو مطلق، عشان كده قلتلك ان لازم بنته تحبك وإلا مش هياخد خطوة معاكي، وكمان طليقته هتسود عيشته. لكن لما عرفت ان البنت يتيمه الموضوع اتغير، وانت لازم تعملي حاجه مهمه قوي، لازم تحبي البنت دي بجد ومن قلبك يا عليا، مش بس عشان هو يتبسط، لا عشان هي وهو يحسوا معاكي بالامان، وده مهم جدا. احساس اليتم ده حاجه بشعه وحشه قوي عليا. انا ما جربتوش بس جربت اللي اوسخ مني.
ان انا احس ان انا يتيمه وابويا موجود وعلى وش الدنيا. ابوكي لما سابني قرر ان هو يعيش معاكم كنت حاسه ان هو زي ما يكون باعني في سوق وما استناش حتى يقبض ثمني. عمري ما هسامحه ومش هنسى اللي هو عمله فيا ده ابدا. جرأي يا شهد، انت جايه هنا تطمني بقى ولا ايه؟ خالص، انا جايه اقول لك ان انا مش عارفه اكرهك وده مضايقني قوي عليا، عشان انا عارفه ان انت بتكرهيني وبشوف دافع عليكي كل يوم بنتقابل فيه. انا ما بكرهكيش على فكره، بس انا طول عمري بكرهك، بس لما قابلتك وعرفتكم وجيت هنا ما بقتش عارفه اكرهكم خالص، ما بقتش حمل ان انا حتى احبكم، عشان عارفه كويس قوي ان انتوا عمركم ما هتحبوني. اذا كان اللي رابطني بيكم ما حبنيش، انتوا هتحبوني؟ سابني اول ما اتعلقت بيه، اختار يعيش معاكم انتوا. على فكره يا شهد، هو كان سايبنا طول الوقت ده، كان معاك انتي مش معانا احنا. انتي عماله تاكلي من البطاطس ليه؟ انتي مش لسه قايله ان انتي ما بتاكليش منها؟ انتي غريبه قوي. ابن الكلب شكله طالع بيحن بجد. مين؟ الدم يا اختي. يوتي كان بيلعب كاراتيه. بصي يوتي قلب شوف. انت على فكره كنت طفل طويل جدا. كان سنافور نازل ماشي على رجليه، اتولد ماشي على رجليه. طب اقوم انا بقى اعمل تليفونات المسائيه كده واشقر على ابوك، اديله تليفون زمانه خرب الدنيا، محدش اتصل. طب قولي له يجي لو عايز. يجي هقول له. ايه؟ هو شكلي كان وحش للدرجه دي؟ أنا بس كل ما بشوف صورة من زمان بسرح كده، بقول يا ترى اللي متصور ده لو كانت قال له إن حياته هتتشقلب تماما كان هيعمل إيه مختلف عن اللي عمله؟ يا بركات أكلك يا هنية، أهو ده التغيير اللي بتكلم عليه. كملي. لا والله بجد، يعني أنا لو كان حد قال لي إن كاتب كتابي مش هيبقى النهاردة من شهر واحد ما كنتش هصدق. كاتب كتابك النهارده؟ طب ما قلتيش ليه كنا عملنا حاجه بجد؟ هو انا قادره على حاجه بهزار عشان ابقى قادره على حاجه بجد؟ ايه يا سليم؟ لا بس ما ينفعش برضه اني اقول لك اخرجي وتفسحي وعيشي وبعد كده تقضي يوم زي كده هنا في البيت. لا احنا لازم نعمل حاجه. انت كنت هتعملي ايه؟ انا كنت ناوي اخربها. تخربيها؟ ازاي يعني؟ عادي معروف، خمره، مخدرات، نسوان. طب انا ليش؟ طيب يا حبيبتي ما تتأخريش. الحمد لله يا رب، الحمد لله. صوتها كويس، بتقول إنها لسه في الإيفنت، بس واضح ان المكان هادي كده. ممكن عشان خاطري ابوس ايدك، عشان خاطري ناخد بس ربع ساعه على بعضكم كده من غير الهسس بتاعك، ممكن؟ لولو تعشيت يا حبيبتي؟ تتعشي تاني؟ ايه؟ ما قالت لك تعشي؟ أنا أصلاً كل ما أفتكر وش هنية ده أنا وريتها الويل. أنا مش هوريها وشي تاني أصلاً.
دماغي لفت. من اول نفس؟ اه مش قلت لك انا دماغي خفيفة؟ ممكن بقى نبطل ال كده؟ سليم جربتيها قبل كده؟ مرة واحدة لما سارة اتجوزت جوزها كان عايز يشربها في شهر العسل عملت له فضيحة بقى أنا؟ لا يمكن بس سرقت سيجارة عشان نشربها ضربتوها؟ وعينك ما تشوف إلا النور سارة هبطت مني وفرفرت وفبينت أنا بموت يا أمينة أنا روحي بتتسحب مني يا أمينة على بال ما فوقتها كان المفعول راح ولا شفت دماغ ولا شفت نيل طب امسكيها مش هنكسف مادة ايدك يا عسل ايه ده؟ هو انت جواك معلم صغير ولا ايه؟ معلم كبير جوايا معلم كبير بس بلجم امك عارف انا لو كنت راجل كنت هقضيها في الكباريات هو البتاع ده بيعمل رعشة عادي كده ولا هو انت بردانة؟ ممكن اجيب لك حاجة تانية تلبسيها لا تمام تمام انا اصلا لازم امشي وازاي يعني؟ هو في معلم يقوم والقعدة لسه شغالة؟ فيمكن اعمل كباريهات و ها؟ ما هو لو كنا قاعدين في كباريه أنا كنت قعدت للصبح تعمليها؟ أنت تعملها؟ وليه يرجع في كلامه؟ يبقى عايل لا مؤاخذة يلا بينا؟ يلا بينا